مس خدمتي خنوية وكدي تورينا المغاربيات السنة الأولى قوم دينا أزول في الأول أنسوف يسوان سهيلة قيا ما ينوث تذيانت تذيانت بوساقي مثلا تكمينا في السرثي ثنت مورث أفنى رسرثي يعني أن أكتي مسالين يكشقان ثمورث للزير أساقي هي أدنى قيمة تجيوث يوثن تمثلت إمي سمن تمثلت أقين عدلين ملاح ذا شو كان باتشي كان عدلين ملاح يخفض نهضر أساقي أتصم عدلين ملاح إقلان إكتو حفصن بلا الحق بلا يزرف وسعنا لزرفان نسن غساكي هذه الحفص إلان توضل من أتص لن ويقاذ هلشين زدخن وزمن ردفغن الذوين لن ويقاذ ممكن تقارن ويقاذ يقسم قولن أكوين عنا ثالوف ثاقي قزرفان بومذان دي ثمورثن الجزائر انطرنا الطاس هاث لنويذ بلاكي ان دونجي دو مورني نقار يتسمى زمر المم اذمثن يعني سي الحاله الصحيه جنسن ايغوالن يعني ديريزوار اطاس اطاس اساكي هي ادنى هضر في ثالوف ثاقي امي صبحاكي دي ديزان دو جورناليست اطاس لي جورناليست ايدي فدذن ذي العاصمه ذي الجزائر الثمناخ ذي لا ميزون دو لا بريس تار جو تروح ندغر دينا ايواكن اد سيولن سي زرفان بومذان اجف معاكين غنجمع كي يستفوك لديه اتاس جمذانن لا ولا ذي سرثيين لا ينغمسن لا يعني لي ميليتون وكذا يقداش ندير سرثيتي ثمورثن للجزائر ولكن اد سيولن غار يعني ولكن تيلي ثفث غا في ثالوف ثاقي ياك تلوفان نظن اتاس يدو درن ودرند عدلان ملاح ودرند مرزوق تواتي ودرند عبد الله بن نعوم ودرند علي بالحاج ودرند لي ميليتون المواطنه ودرند اكو اكدو ذا جاير ياك شعبي وجاير ياساكي وزميرا ذي فاس فريد وزميرا ذي السوق وزميرا ديني اشو ثقه راح ذا شو اكفغا فلما دبويا يهد نخدم تثويل تبوساكي هذه اللي نوكيرين في جوني يدنا ذاكي ذي الحرمه ذاكي ذي البلاطو هذه اللي يذي مس سليمان بن عدي هذا مغنى سليمان بن عدي الزول عسلامة الزول الحسين الزوق المسلم العربي في سنس مرحبا سي سي ثمورث الجزائر هذه اللي ذي اتيلي يذي اللي ندا عبو تم غنى سي ثكل تم زور دي تذيانت اللي ندا عبو الزول فلام العسلامة الزول فلام الحسين الزول سي الجزائر ذا غالي هذه اللي مس يدير عاشور واكي ذي مدبر ذو مالون كلا لي ليسي دالجيري يدير الزول فلاك العسلامه الزول فلاك يا حسين الزول وذاك اني غادي نسلم مره واعطيكم الصحه يا ربي عرفتن كل تكل الميرث هذه اللي ذنا عز الدين تومي ذي مدبر ذو كفر لو دي اس عز الدين تومي الزول العسلامه عز الدين مازال هذه اللي ذنا محرز بويش مازال تصور راسي ولا إيميك ساعش يطوحن الشغل بلا العظيم لسليمان بن عدي نور حد نزر ثور اختاق عند خضمض ودنوغا يثيكلت نظن ثمسال تنغمى سعد لان ملاح يكس وحف سندي الحف سن الحرى شدو غال غال ولها بعد ميت زمارتيس وثقر زرا عاد لان ملاح يخذم من حفوس غاف المكلا ذينيك جن اذيك شمقيوت نتليث اكس عفن ويك حوزن ثزمرتي سيسال نينغورا ديفون قرند بلي عدلان ملاح ينضر اطاس اطاس رحنا زرنا المحبوس عدلان ملاح وحقيقة رانا خايفين عليه على خاطر في شهر من الاضراب على الطعام راهو ضيع 14 كيلو من الوزن تاعو البارح شفناه انا والزميل الاستاذ بوشاشي وقعدنا معاه تقريبا ساعة وشفنا باللي حالته راهي تدهور يوم بعد يوم ماهوش قادر يوقف ماهوش قادر يمشي نتيجة الفشل والضعف في الجسد تاعو لكن الأخطر من ذلك هو أنه ظروف الاحتباس نتاعو ظروف ما تتلائمش مع حقوق الإنسان وذاني جن الساقية أديلي أيوني في الدنيا مقرون ذقوخام نتغمسة طهر جاود تذيل زيارة ثمنة فاندغيت حضرون خلا عين غمسان يكود خلا بوذ ماون إكقدشن ديك زرفان بومذان نتمورث ذن الزيار إن قولاقية السوثرين السوسو فغن عدلان ملاح يكود وذي توحفسن سلفاطل بلا شك تزمرت عدلان ملاح أديليا زمام يرفوس الحكومة إمي ذن تساثيك سعنا فوس ذي تمثل تاقية وما نغال شي طوحة غارد فير نفتا من دوث نجوج لفوس 16 ثنا بلية ويكتمارا ونغمس غال الحفس مشادي ثمون الجزائر لقوانين تعفسن ما لذي نخدم من وذي طفل الحكومة ذي ثمورث نلزيار بلا شك سبوش ساقي ذي ثمورث نلزيار إلا دو تعدي غاف للين تغمسة إلا دو تعدي غاف مسلي أما كان ذي غن إلا دو تعدي غاف زرفان بومذان سومثة
أمكلا أدنقض وكرن ثخممت أمكلا وأدنقض وكوين غير الحفس وتمسلت نعد لن ملاح ما تشي تمسلت ثم زوروث إميا أدنس مكثير ثلاث مسلت المرزوق وتوتي تمسلت عبد الله بن نعوم ذوي أدنظن إكتو حفسن إمي دنوفنسن ذاك مسلين دوف كان ذا أراينسن أستقصي غاس بوساقيا الميميا يكفو الفاطل دي ثمور نلزاير الملمي اد يغال الحق يوث الحق والملمي ذي انا كيت اتيليث للنيان تغمسا ذي ثمور نلزاير يسمي سيثمان نظن وذي طفن الحكوم ما زالت سغنين بالليك ذي ثمور نلزاير إلا دو قدار نزار فان بومذان إلا ذي غن وقدار نتلين تغمسا ماشي هذو قلنا نكوني غنتوالي اين نظن مع سبوسكي ذي ثمور نلزاير القضي شنو نغماس ماشي ديني سهل والقضي شنو نغماس ديما يتما كارنتيد اوكيرون صور وذي طفن الحكوم ذي ثمور نلزاير لكن يفوي الحال تمثلتنا عدلا من لاحظ في كدوذ من نظن ذاك ندي ثمور نلزاير ولا شكرو قدار إذ الحرفة يجي نتغمسة ولا شكرو قدار إيوستيلو ولا شكرو قدار إذ مغلي النظن فنمرثي سليمان بن عدا في طوري خطاقي ولا شا قدر هيث مغالي النظن ولا شا قدر بستودو ولا شا قدر يكو ويقاذيك تخمم من دي ثمورث يعني أنسي حسف إيوان شتاقي إذا شو أتصيق لن دي فرايم يتفغن مكولس يوكي نزر فنقي أدو غالي نيوم ذن دي ثمورث الزاير بلا العظيلة دن زوير سيريندا عبو تم غنستيه ندا عبو فوزات جورناليز تقلك من دي الزاير صبحا قيث الليض دي لا ميزون لا بخستار جاوت أسكوز مرضان تفكر شطوح نتحوش طعف تمثال تاقي تحوشت يعني في تمثال تاقي ان نعدلان من الله ليندا وزغار الو ليندا وزغار واخا ولا شي سليمان بن عدي الزوير رئيس شي هي امشي ولا ثالوف تاقي جوستمو ارقزاقي نطر طاس صحا ينس تصيدي قررنا ما كاين نضغاهم بعدا نولي لي ديكلاراسيون يعني يدنا سوبي داعسو الساقي هكا سيدي عدل الملاح الحسين دونك عندي الحفص من بعد ميس حكمن اسكواس ان الحفص شو كان مينوث ماشي من لافير نيتم زوارد من لافير تم زوارد نتا كود كيرا بود ماون نتزوري جورناليست النظام لي زارتيست زوري دينا ماسون وين يتشور ندب خضار قمنا 20 يوم مغلي طهر الشهر فوند في كل تاكا عدل الملاح يوغال واحد ابارامون سا ان كاشي بوليتيك لي تمسالتيس وزين تيجي نكميك شم عدل الملاح يفدا سكون ابال لا غريف دو فان دونك غنحبوس غا في القوت نزاب لك حكم ناس اسكواس ان الحبس خاسوما هذا مينوث لافير لكن ادي سفيدي تقول سندي دون شرع وسين يقزم ارنا هات نسال ما كان هات ادي 25 23 سي شهر هكا ادي فيديو دونك الدوزيام شرع وسين ما هات السنغسون غادي تشوف غنوزر لا لكن يفوي لي لحالين سوت كرزاله تزم ريس ستاندر اثنا تي تصبح كي جو بيدا السول يمين تتم حديث نا يعني تم حديين نا لا ديفونس عرف عدل الملاح نا كينغص يغال 14 ينغص 14 كيلو سي بوكو 14 كيلو ويسالي ضعف طاس دونك لي كونديسيون يغلا استجن راه دي جين ثنا تجن تفصيل تشعل ماشي تا هاد هنا شي مينيموم ما صافي لي كونديسيون مرا لي بريزوني اللي انت راه الحسين ما يعني لي جين ما يعني لي كونديسيون دو في وكي خسر اي كي مرا دي في جينيتيك نظن مالوروسمو اذا كان دي تمورت الجزائر مازال نبعد 19 غاف لي لي نتغمسا مازال نبعد فوق الدار نزال فان بومذان مازال نبعد غافوس في الدين الدولة غندا يا لمذان يسعى الزرف فك ندي مسلاي ودي في كرايس خاسوما الحسين ذاك انت من دوت نسبكتي ذاك انت من دوت جوج لافو 16 يا لاريو يدي داني دات يونا الراي ذاك ان غماس نغ جورناليست ويختم على الحبس ذو كيس وهم من كيني ما زرت ورا ذوك النار شحال انا غماس تورا اكلان دي الحبس دونك استقسيا ان دلت من دوت نجوج لا 16 يا اخي نوت نيتي دي خدمان سي سا ادنو غالي سليمان جوست مو عارف كيستيون كي سبوز ادنو غالي قال لها تخدم هذا عفسن غا في القانون يتخمن ذاك جورناليست ويختم على الحبس وسيدي ما نتوالي جورناليست يختم على الحبس هو كي ميقارون يعني شو مسلاي النظام اتعدي عيناني غف ستيلو غف لي ام سلاي اما اللي بغي تي لي ام سلاي يقبنون تيمورا استن ميرت دو غالار تمثال تاكي على ارتيكل 50 ديال لا كونستيتيسيون تمورت الجزائر دي قرنا ما كان جوستومون جورنيس تو حرا الحبس اذن هو خلال ثغال ليندا عبو ليندا عبو زول نيغام دا استقسينو كمني دونك تم غناس تلي الصبح كي جورناليس دينا دي الجي تلي الصبح كي لا ميزون دو لا بريس تاع الجاوت امشي شو زمر دا عندنا يعني تحوشت في تمثال تاكي انا
حسين نمشي دنيغ صبحي اللي غادي الغاسومبلمون صافي كوميم دور تاكيك مي الكوميتي دو سوتيان عدلان ملاح يساولد لو غاسومبلمون بور لا دينيتي دو جورناليست كيكي السمان il y avait disons une centaine d'inormasen des artistes des figures politiques Sawashult Nadlan Mlah Samtofis notamment Ladina elle a pris la parole Tahrad fil Halan ou Ergazi Samhi Filit el Hafs ou Alas Shahdi Verdan les journalistes Glandin Imdoukel Nadlan Mlah Dwizaki Tafaran Semsel Tagin les journalistes emprisonnés et tout Fken Khadman d'un point un rappel sur la situation de la presse et les journalistes en Algérie. L'avocat Inès Daron Zoubida Soul et Guilandina Fked de la lecture juridique Sernes Nedekin et Nifiz Ranaka Adlan Mlah et d'autres journalistes c'est politique, mais chez, normalement, un délit de presse, à la sève la constitution et à la sève les lois. D'ailleurs, un journaliste ou il sera à la hausse à faire le travail avec Khadim. Nous sommes Linda Renda Sqsiagi, mais nous avons une dame parce que Adlan Mlah est à la carte de presse, donc Mathieu est un journaliste. Et cela pose bien sûr un autre problème, c'est que la presse avec le numérique est morte dans le Zaïr. La presse numérique qui monte le zèle impédinez, ça, ça, ça a le problème à Guinée. On peut citer le syndicat des éditeurs de la presse électronique, Rolf Nesgues, Gemir Dmen, Vanat Dmen, l'Assemblée générale, parce que c'est un syndicat en constitution. Les autorités, Guinée, c'est l'autorisation à Kenat Dmen, l'Assemblée générale, et Hernan Isner, il demande de parler et de discuter avec le ministère de la communication. لكن ندفرون الشغالة يرنا ماشي على عدلان ملاح حتى سنلي جورناليست ويسعنا راه ويسعنا راه لا كارت دو بريس هي اوفيسيال لندعبو جوستومون ليندا بوي ميدو درض جوستمون انغلاف اين يطفنوك يعني لا كوميونيكاسيون يتمور في الجزائر التصدي قارنا ما كان يعني سي لو غران تابسون يعني ودي هضره لك ثالو فتاكي ودي هضره راه يندوم ودي هضره راه هضر ندي المينيستير لي زوتوريتي هضر ندي وقيت نيا هو وقيت راه نبلي في الالفه اذا جينا راه دينين سينو غلقنا الانسان سي لا بوليتيك سي ان بوليتيك نسنيت نسيس هكا كير يخدمن يرنا ماشي على عدلان ملاح يقلان لا سيتياسيون كنيدنيف Sauf qu'il faut rappeler le 23 janvier, c'est le procès en appel d'Adlan Mlah. Et Zoubida Assoul Soubhaya Guinée, c'est le dac Nabil est attiré une mobilisation le 23. Parce que selon elle et selon les gens qui ont parlé ce matin, la mobilisation, c'est au but du résultat. D'ailleurs, Hassan, il a été wahké, Maouzen, ils ont programmé le procès en appel à Guinée. Le chouhour qui est en arrière, on avait 7 journalistes en prison sur Aigred Aladlan Mlah. Ceci dit, l'ANATA, c'est des journalistes qui sont poursuivis en justice, un des poursuites judiciaires. Abdou Smar, Khalaf Ben Hadda, Marwan Doudiab et d'autres. Il y a l'ISTN, l'interdiction de sortie du territoire national. Ouais. On a les militants, des artistes, on Sahara Merzouk, Touat, et on est Higlan Delhaf jusqu'à présent. Justement, Linda Abou. Il faut atteler la mobilisation. Parce qu'avec la mobilisation, on peut changer les choses. Le 23, a-t-il une mobilisation, a-t-il une forte présence, les journalistes, les militants, les tribunaux, les ruisseaux. Justement, Linda Abou, c'est un gars qui a été en train de se faire. Justement, il y a des journalistes, il y a le comité de la dignité du journaliste. Est-ce que ce qui est fait pour nous, c'est Abdullah Ben Naou, Moussa Marzouk Touati, Kouyad, les journalistes? Juste une précision, Hussein, que je ne fais pas partie du comité. Autant que journaliste. Mais autant que journaliste, je soutiens bien sûr la cause. Oui, c'est bien qui est le début de l'émission, soit de Marzouk Touati et les autres, M. Lafad Lan Mlah.
le comité, nous, les journalistes, nous avons la liberté. Les libertés en général, pas uniquement la liberté de la presse. C'est vrai que la liberté de la presse est le cœur des libertés, mais qui n'est pas en général. Par exemple, sa conférence a été annulée. Oui, à Batna. L'université Batna. Et le recteur, il s'est quelques minutes avant son intervention et qu'il a signé l'air des appareils sécuritaires. C'est Nasser Djabi qui explique sur sa page Facebook. L'air des appareils sécuritaires, Nasser Djabi, il a démarré l'intervention, il a démarré sa conférence. C'est une atteinte aux libertés. Et maintenant, le mouvement Mouatana, plein de sphères, demande des sorties de proximité, demande des démarches. Tu vois où c'est, tu vois le fait, où il est, 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 la stratégie, où il est, où il est, où il est, une conférence nationale. Les autorités, où il est, l'autorisation. Ouais. Le syndicat et les éditeurs de la presse électronique, pareil, où il est, où il est, l'autorisation pour la presse générale. Donc, les journalistes, la presse, toutes les libertés sont violées en Algérie. Voilà. تنمرث ليندا عبو تنمرث ميد ليضيذنا غارتك تنظن إن شاء الله صحيت تنمرث نوان تنمرث نروح ميد ليضنا إدر عاشور إدر عاشور أزول إدر عاشور نسعى يعني يوت انتالو في تقدران وقذل ثقي نعدلان ملاح يقولون لذن تذاغ ولا انتذا مغناس محمد طمالت يبضر مي يموت يعني فلس يعفور بي الساقية تصيد السوال قارن غروة نغال أنعاش لما ميستوار يعني الزول لو انا الزولي وداك غدي تمحتي ثان على كل حال هادو فتاي نتلل لي ليبرتي اكسترا اون الجيريا باك لي جورناليست اكسترا سي بور سا مون برومي ابل سي تو دير ا تو لي ميليتون كي لوت بور ان شانجمون اون الجيري اون فوز ا بيزوان فيفون با مور Et on n'a pas besoin de sacrifice jusqu'à la mort parce que ça ne va rien apporter pour le changement en Algérie, que ce soit pour Adlan Mellah, que ce soit Ewiat, que ce soit Ewiat. Amno et Chimid, je préfère le sacrifice, c'est-à-dire Asgas l'Habsi, le Vatan, Khab Meymout, Inno, Char, la grève de la faim, et on le perd une fois pour toutes. Donc, le recours à la grève de la faim, qui est en fait un truc pessimiste qui n'est pas révolutionnaire à mon avis, ou Diwara Amroh Ghoros, des moments où il y a des mobilisations, etc. La Khatar Samh Kranif, Machi Zahir, il existe un peu partout dans le monde. Il a acheté qu'il est sans crainte, l'aïdad qui sont conscients, etc. Vous êtes une question que le monde tenant toujours à Tintaïch. ميكرا وين تعاشن الى قاسي الصبر والنبغاره اد يمس على جليل تايت تلف تمزوات لابيل يزمرغ اد خدمه دابور يا عدلان ملاح اكسترا واش اسميني اصبر اوسكاس البطل خير ما لا تموتس اون فا تبردر اون فا بور توت باسكو دو سكالا تي فا با بارتيسيبي ا ليمونسيباسيون دي ليبرتي دي تمور في الجزائر لا خاطر جوستومون اكسترا يدير عاشور يدير عاشور اوني موبيليزي نعلم بلي كاين لي ان بروبليم دو ليبرتي خلام سنا فلاسن اوني اون تران دو موبيليزي اوني اون تران دو فار دي زيفور سي فري كور لانستون لو كوراج لونغاجمون العباد اكسترا وي نو سون با نومبرو ا لات دونك نقول يوان كومون اي لابورت سون سوتيان il y a beaucoup de monde mais يوان il est engagé à 100% sur le terrain white police white sustilo white par Vizikri, il y a une mobilisation. Donc le fait de dénoncer, de mettre à l'opinion publique, ça existe, ça a fait avancer les consciences de l'Aïbad Mora. إدير عاشور إدير عاشور سمح لي كان سأستقصي إدير عاشور أسكو ذاك تصدي قارن لما كنت تمرت الجزائر يعني وكاد كيسغارن دي لونسينيومون لي تعرف كاع خدم من واحد سن وكاد قلن يعني وين يعني داغ انت زمرت خدم من واحد سن اي غمس خدم من واحد سن اسكو نزمر نسيرم ولكن اكو قاد مليل ني بواسي ولكن اتلي ثلي تدني نزرفان جوستمون بمذان بمذان دي تمرت لنا اي باز وي دا سير منا بيان سور كل يوم ثاني سناك الجهايات
كل يوم في فريش حسين كان اذا نفت سي بور سي تقرب اللي كنت ديوار هذا روح هذه يمتي كثرة بس لا كيسيون دا ليبرتي اللي مناسي دون تو لي سيكتور Moi, je ne fais pas de priorité. Je ne vais pas dire que la liberté de la presse, c'est le cœur ou la liberté syndicale. C'est le cœur ou le secteur de l'éducation, c'est le cœur ou la santé, c'est le cœur, etc. Le cœur, c'est la liberté en elle-même et la liberté pour tous et dans tout son sens. C'est-à-dire que ce soit individuel, que ce soit collectif. Donc, c'est ça le principe qu'on doit défendre ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est mis en échec par le pouvoir en place. Parce qu'il essaie de séparer les questions de liberté qui est dans le fond la même. La même question est pour tout le monde, que ce soit pour la presse, que ce soit pour les syndicats, que ce soit pour les partis politiques. Donc, il y a un engrenage dans ce sens qui est mis en place par le pouvoir en place lui-même. Donc, c'est le piège qu'on doit dévier et d'essayer de construire parce qu'aujourd'hui, tout le monde dénonce la perte aux libertés dans son secteur. Autant sur le domaine d'intervention. Les syndicats dénoncent l'atteinte aux libertés syndicales, la presse dénonce l'atteinte aux libertés de la presse, la justice dénonce l'atteinte aux libertés de la justice, ainsi que d'autres, la femme dénonce l'atteinte aux libertés de la femme, et les partis politiques dénoncent l'atteinte aux libertés démocratiques. Donc, la liberté en elle-même est menacée, et la liberté ne peut être respectée que dans sa globalité, et dans tous les domaines. Donc c'est pour ça, bien sûr, que l'appel, c'est de dire basta aujourd'hui et qu'on puisse faire face ensemble un jour ou demain au plus rapidement possible, sinon on reste d'être mis en échec individuellement par un pouvoir qui est bien mobilisé pour mettre fin à toute question de liberté. قيميذنا مساء عاشور أضرح غور مساء عزدين تومي عزدين تومي أزول فلاك العسلامة الزول فلاك يا جماعه حسين الزول اللي نبقاوني في الحرمه الزول كل قاعد يتبع المغاربيه في السنه الا وانا جاي تنمير تزول مرحبا يا شيخ عزدين تومي كني دايد نيغ مس ملاح اقلن ذي الحفص هي الذي شرن الحلا يوعرنا طس يمي صديق فلاس اطس الحوايج ويجنرا يضعف الطاس وتحريش انا واقيلا يضرنيس وزميرا هذه لحو ما مقارن دما كنو لما راه سيركوليس داخل للحبس تاع السنه تندا يروح ما يهضر مش يعني ولا دوك تيم سلاقي يعني قلنا 2018 شحال هي قبو تفريقه وكو قاد يحكم السيس من بو تفريقه قارن دما كن تمورت حقوق الانسان تمورت لي دروا دلوم تمورت زرفان اي تزورا دابور هذا النجار سي غاري هذا النجار سي غاري وكناك ميالا مزان اكس واحد سن ذي الفاطل وقال قوم نقار لي بريزوني دوبينيون ان شاء الله نطلب سن تيل اللي السقم يوا كنا ذوالنا توشولي من سنه ذوالنا ريخان من سنه ذوالنا ورا وسن شرب وين توقف من سن الفاطل يوا على خاطر يفكد الرئيس يفكد تمغليس وانظم هذا يحبس الحرس لي بورسويت جوديسيير هذا يحبس لي زانتيميداسيون أكوي مغنسن أكوي مغنسن لي زاكتيفيست لي ريزو سوسيو اتسيتيرا لي براتيك أجمع حسين سون با نوفيل سي دي براتيك زونسيان دو بوفوار ودا هويا كي استخدمتن ديال سيكلت إوا كان أدي السرسر هذا إوا كان أدي سيكود خاطر إل فول دوني ليكزومبل إوا كان أدي سيكود ميالا مزال يبغانا دي فيد كوزم ودا هويا كي كوزم لا ديكتاتور ما تبغى ما يهواك بنوغال كان كا اون سكوند افراف ولي يدفكا لورغانيزم ايكونوميست انتيليجنت ايكونوميست كاو السنه ايكونوميست انتيليجنت يونيت اني ذا يسترسل الجزائر في بمكان 126 الف 167 من تمور هذه الدونيت ودي بوين يعني انتو غدوز اينشتاكي كان اكدي في الاخبار قول كان انتو غدوز في تمور الجزائر الساقي ماشي كان نبعث في توكدوت ونطيفر ميم با افري ديك السفوغ اللي تساوينا في توكدوت افري دي تقول الجزائر الساقي افري دي تساوينا لي با بوليسيا قناق لي با بوليسيا ويتكمل انستغرا ما راه دمغ العوام كي نقولا خاطر سورا ما دمو ديال كتوك الشمال الحبس لا لوكاز استريم راه يستلم الدن على الانتيريور دو بيز يعني داخل تموت كتو دار بينا في زانتيميداسيون Bien sûr, tous les activistes, là-bas, les activistes, les réseaux sociaux, Amazim Ramassen, les avocats, Amazim Mir.
ما دمغنا وما كاين غوراك ما حسين اشحال الجرمان اللي غنقن ملي 30 جرمان اي اي حبسن قلنا وما كاين غوراك 15 سوا ما كاين 20 سوا 20 غورا اشحال التلفزيونات غنقن في الحرب اشحال التكليوين لي مارش باسيفيك دي سان لهنا اك سوا قهرا سوا المدن يخطر فرندي وكما السوتر يزرفن سن اشحال لي في شبر اللي جينا نكون لو ديال انفراج ولا كريمون سي 2018 دونك انشتاقياك هذا الشيء المعنى سمعنا هذا هو كي قام كيما غلق سي بورا هذا هو يغلق سي بورا الى فيرمي لو جو بوليتيك في مدن في شبارن في دوك لي وين يتجد كان امكانيه قداش نيس او قداش طاح نيس دويك ميكانيك دويرن اكي قام و يوغين الراي النظام يوغين تمغلي النظام ولا ذا الملتي بارتيز ما قد يصنع كيدي خلقها كايما نيس سي ان كونفور كيل سي كريي باسكو يتفنن مام الحقاره يتفنن مام يخلق لو ملتي بارتيزم دو لونيم بارتيزم هاد المطور شحال يتبرني قلان ما نتسقسي باش البرنامج كاين برنامج رئيس فخامه رئيس الجمهوريه بصح بصح عز الدين عز الدين البروغرام عز الدين بصح البروغرام جستم والبرنامج انفخمت كني يتقارض الدستور كي نسن كون ذو الاثنين يخدمن ذو الاثنين فيولين وهنا يخدمن ذو الاثنين دي سالسون ذي الارتيكل 50 ديال الدستور كي جورنالست يطرح على الحبس سورة تمور ساكين كني نقرا كني تمور تدور القوانين سوا كتبن اما تمن داو ثما ذاي النيران اتشدوش التليفون سورة ساكاك دي خم لا كونستيتيشن تمن داو ثاك دي خم القوانين دي خدم لي زارتيك اني ذا جورناليست تشمرا الحبس لا بان دو بريزون توك سافو جورناليست بصح اسمرا يبغو اسمرا يبغو كي قرا الحبس ساك دي فا لا انت السباب واش التليفون كان راه كيقرا الحبس وري حوايج راهي النظام مالوروزمون خاطر اللي ورا دون زاني تا دو دروا واللي ورا سورة سلاح ديهم دا كل هناك صح من فرق يمخالف من فرق الوجه ذي تناغن بس حن كوني أكمل كوني أكبر لو دياف أم منو غرغيش دو كلين كوني غورنا ثم غلينا تشوكزوت يخطر تشوكزوت إكزمر تشوكزوت دويني سقف إكزمر نزكا أدي جارونتين أكو إزرفان قمزان أدي جارونتي كي لي لي وين ميا لي وين أكن يبغو يلي تشوكزوت صافي تورا أم منو غير منو غير لقف تشوكزوت سي لا كيستيون سنترال نتسجين طلبة ذي يلدي له الشام بوليتيك ذي يلدي له الشام ميدياتيك أتشيري الالترنانس و بوفوار نتدومون دي لاجريمون أكوي لي بارتي بوليتيك يتوحبسن أكوي تدوكلي وينك يتوحبسن عزدين أدنو غانا أدنو غانا أتنو خيطة جي ثورة غاتا جي شافارين عارتا جي لاسوسيتي سيفيل سليمان بن عدي أنت ملي هي إنا ثقين يعني ثمسلت بوساقي التصيدي قارن يعني ما كان ثورة بوتفريقة شحال هي جديدة دي الحكومة شحال هي جي السوال دي وكنا نتمور في زرفان بومذان في لا ريبوبليك غاسا كانوا لا مسمي سولا شراك مذان وكنا نتمور لا دوزيام ريبوبليك قارن دامي شنو كوني مزال هذا لا ريبوبليك مازال يستفزد شوف اسمي دي بوتفريقة هذه 99 تاعي مضبليك هث حريش امن زو يقعرض امكاتي زياره امكاتي كرف من زبا دنيا كاكي ذا حريش كاين تغمسه ديش خدم دي تزورا يسيرس دمارا سكون ابل دي كونترانت اي نغمسون سبوسيغي بورني الجزائر مالوروزمون و انا غمسنا على جورناليست و يزمي هذه يخدم الخمينس تروحو نسيد روحو داك تعدي ضمه دي تفحي سيرفيس سيرفيس لمن سيرفيس تغليس دونك سميتي بوت بوتفليقه يا راه خمسه يجي يصوب بس الشاني سي زيريتي هو كني هذه يخدم الخمينس تزرد باللي كبدا مشطوح شحال التوغين الفساد يقعدان يكون تمورتي تقدرون في هذه دي غرونز انكيت الديريكتور هذا مراح لي غرونز انكيت نين غمسين غا فين يضرا كان الفساد هذا الفساد دم ديال مشطوح كان غا في الخدمه اقلق مرد الفغي اتخمن ان غمسين وتوالد دغراي واش 50 8 داو 8 داو تيدي بوجوج لا 16 يعاودن يدي قال بليك انا غمس ويلا قرا هذيك شمال الحفص وما زر دو كونير تيدو وتاد مش حاشي دو تاع يعفسن يعني سورتو لي بلون ماشي كان دو باش تيك بيسك سو جينا انا غمس لينا غا في غمس غا الحسين داك ديني سوها من كي سي ثما تيلي قارن بلي كون كنت قدر ثا غمس وسي ثما نسوالي اين غمسين يكتش من الحبس خاسوما تمسات نعدل الملاح شبير بان حسين تمسات ديك ساعه يول كاشي بارتيكولي سي كل ساعه ان كاشي بوليتيك ابا وي ميم ثم توسيس دايور ثنا دابا كاين جوج موين قدران اللي كاشي بوليتيك خاطر سياط نيض سياط نيض وفنس تشرورث
كاين يقاد يشعو الكارتا لا كارت دو بريس شكون ابل لا كارت بروفيسيونيل يشبه ربي واقي ماشي السبه خاطر ما زرت براتيكمون لا ماجوريتي تاعنا هذه ثبوت ديال لا كارت بروفيسيونيل دقيقين ما شفت يجوج لا 14 يدي خلق يدي سوا اثنين ونغلب حميد قرين ولا ما خاص ساعات يوت لا كارت وساع شيك داوي باسكو ودي دار وقدر نتغمس هو كيد الاساس تقول لا باز سبيس كي دونك الكاشي بوليتيك ساعه عندنا ملاح دونك اي تخلص بوتيتر الي طونطون الي طون Il est en train de piller la vision Inus et tu vois les positions Inus. Les positions Inus, Rassouma, tu as été déjà de fâche. Tu as fait sujet Rassouma. En 2014, on a ramassé la guerre de l'Enmelah. Donc, quelqu'un tu as des choses à dire. À la veille d'une élection présidentielle cruciale, et que ça n'est qu'un mot que tu as dit, se font les pratiques qui ne revient de l'Ouf. À d'un coup, hop. Ok, oui. Je fais à la veille de l'élection, le 4e mandat 2014, pratiquement le même décor, les mêmes. Il y a une sorte d'idéal à la veille de l'élection de Silouit. Donc, il y a un Guimara, il y a un Bélique de voix d'Iri, mais il dit qu'il y a une fois à quoi, il 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 y a une fois à quoi, le syndicat national des journalistes algériens. وراه عادي تنطيق شحال تمثال هذا جامع تنتقد السنديكايكي وش دوموند يوميت يوميت ماذا قال لا يا با سوليداريتي اونتر لي جورناليست و تاكيت تلقيت سوزاليس الا قاعد نيني اسبوسي كي تمون الجزائر يا با ان سوليداريتي اونتر لي جورناليست الجيريان اللي كتب اما سور لي بلاطون تلفزيون تواليتي زعما تنغلف يعني الاتصال ولا تنغلف تنغلف نيسالين واش يعني راكم ماشي شكرا باسكو اني با انديبوندونت اسمعنا شو هي قرا اسمعنا شو ان ايتا سيفيل الدين دو سون نو دي هي اللي حاجه اللي خمر خمانيه سند مسلي تمسلا ضيد في نغلف نيسالي تنغلف نيسالي تبع تسلويت انت جوده مود روحها الفو فيرو ساون وزما تخمن كومينيكي دونك وما بالوكا تمسلي غف في تمسل تاكي نعدنا الملاح تمسل سليم قداش قلق اجدو ذاك جوده وقاد غادي نسوق قلنا كاكي وتبعنا راه مليح بالك تمسل تاكي شو زعما راس تنض يعني وكنا نفهمين تمسل تاكي يعني اجدو دي سمو قل تورا جدود شنو لا لوسون انجلان يعني ديك المسال تاعي جدود قطعه نص بلي كجدود 62 هرتوري توافس جدود 62 هرتوري تواركض وقدرنا اذا فانيس وقدرنا رايك تخميم هث اي بوسيك خم كان بيتي شوا الاختيار مشطوح دي 90 ساوني خلصيت لا بي شير دونك اجدود الى هذا الهميس اجدود الى هاك غفلاني سيدي سماكاريا ناس دونك ذيك يدنا توجور تسوي ضد دوالا ارو دافو دافو يدنا السين غرتورا يرزا مرا لونشينمون دو لا في اون الجيري يرزا مرا ثو ذات اللي تموت الجزائر هذا فو اتونسيون سي دي قال بليك سي نساعد نساع اجدود يتص نو البوبل الجيريان الي كونسيون الي كونسيون ولا بيرو بيني دراندي 88 اكتوبر 88 وسينا انت وسينا دي يوران سوليف مون بوبولير ان 88 سي الدوله عنا ما سكي اجدود يتفاس في ذاك دي لاوي رايت فاس شي فاض ياش تولي ياش كتبني بردان وديك زمي فريد باسكو لي شعر ماني في درتيس وديك زمي فريد باسكو فات الحكره وديك زمي فريد باسكو ويصوض راه ادي عايش جدود دي غرزن ولا لي ميت ساغيزي دو الحسين شحال شحال لي قال في خدمه بلنا ميت نوسن غالن تغليس غالن ما تعدم الناس les syndicats de l'éducation au Sénégal ont la grève, dont deux jours après la grève nationale. Ce qui est marrant, il a rejeté la politique du pouvoir. Le peuple algérien il a rejeté catégoriquement le choix des politiciens pour qu'ils fassent la coupe. Ou que de l'autre, ma sénégalais, même les kinés, ils ont la part de la classe politique. L'opposition a fait un communiqué. دنوغال في دنسين على ديس بوكي توحس دنوغال سي شافرن ادن هضر جوستومون في السرتيت ان دلان ان دران لا سوسيتي سيفيل اذا شو كان نروح ثورا غوري يدير عاشور يدير عاشور الفان تروايا كان شهر 23 سي الشهر هاكي دونك ادي غالي ادي فدد اون غمساكي اذا شو كان نكوني في غادنيني ماشي كان يدير عاشور قلان الى عبد الله بن نعيم الى تواتي الى علي بالحاج اما كنا طاس بويكاد تكوكرونا تهضرنا في علي بالحاج دينينا اما كنا يسعس لنا ان هذا شو نكون دينيني اون طونك ميليتون يبغى ولا حتى يبغى دي فاس فريد يبغى يروح هذه الزال يبغى يعني ماشي كان ملاحي قلان بيان سور ماشي حاجة ملاحي قلان ماشي حاجة علي بالحاج قلان لا بزاف كاين هضرنا في الناس العباد لا بالك بزاف يحدوا لي ثلاثيتن وي فسابيل Ça rentre dans le cadre de la défense des libertés individuelles et collectives, politiques, syndicales de tout le monde en Algérie. Que
Heureusement que la constitution algérienne défend et ils sont inscrits, mais malheureusement dans la pratique, on voit l'inverse. Donc, Al-Ishta, c'est une question de l'existence ou de l'inexistence d'un État de droit, c'est-à-dire d'un État qui respecte les propres lois qu'elle-même a établies. On est devant cette situation. Mais malheureusement, les divergences qui existent entre les personnes, notre manque de conscience à savoir construire sur des questions programmatiques bien précises, nous empêche de construire le rapport de force pour permettre à tout le monde de rétablir ses libertés. Malheureusement, ceux qui défendent Ali Belhaj ne défendent pas Merzouk Touati. Malheureusement, ceux qui défendent Merzouk Touati ne défendent pas Adlan Mellah. Malheureusement. Et c'est que, parce qu'il y a des aspects de virgule idéologique qui font abstraction à ce type de construction sur des questions communes, sur des questions qu'on partage, partagées, etc. C'est ça notre drame en Algérie. On n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est commun et ce qui est subjectif, c'est-à-dire d'une ligne idéologique qui m'appartient, pour que, sans avoir cet espace commun, tout le monde sera, minimisé dans son domaine, dans son secteur, etc. Et c'est ça le drame qu'on vit. Si on n'arrive pas à dépasser autant que militants conscients ce cap de conscience, eh bien, je vais dire que le pouvoir en place a encore beaucoup de chemin devant lui. Et que les espaces de liberté vont se restreindre de plus en plus en Algérie. Mais si on arrive à prendre conscience par rapport à ces questions, oui, et à se mobiliser autour de ce terrain qui nous est commun, qui s'appelle les espaces de liberté, ensuite dans ces espaces de liberté, tout le monde a le droit d'exprimer comme il veut et à sa façon et selon sa vision du monde, on sera bien et tout le monde peut défendre son espace et ensuite c'est les rapports de force et les mobilisations qui vont déterminer les solutions ou les chemins à mener. Sinon, sincèrement, on aura un grand chemin encore, une grande bataille à mener. ثاني ميرث دير عاشور يعطيك صحة من رضي ذنا أرثك يثنيضا إن شاء الله صحيت دياوض يهي بلضي ذنا محرز بويش ذا سلمة ذي سدوي ذنا فقايت محرز بويش أزول لها سلمة أزول لك حوثين أزول ذا مقراني به الزباع المغاربية أزول ذا مقراني نفجونيك الحرماء صحيت مرحبا يا سيدي إيه هاد نهضرة في طالوف تاقينا نملاح محرز بويش ذا شو ما كان نملاح هاد نهضرة كوفياض عبد الله بن نعوم هاد نهضرة في مرزوق هاد نهضرة في علي بالحاج هاد نهضرة في لي ميليتون المواطنة نهضرة كوا في الشعب الجزائري يقفغانا ذي فاغسي فريد وريوفورا وزميرة ذي الحولة ذي الجزائر ثمان ناخت شو كان كاد النيغ إيمس يدير عاشور أما كن ويكا ديكس ديفوندين كاثني وكنا تسعوني زرفان نسن إن غماسن ماشي ذوي قادي كثنا في علي بالحاج ماشي ذوي قادي كثنا في تواتي نغوي ذي كثنا في جي وعذي لنا ذوي يظن يظن أمشي نزمنا نخدم يعني كان كوفي رجيك يعني يغال الناقي بون اون بو با جينيراليزي حوتي نكرو دوزيام فوا زوج لا وندم قرا مي اون بو با جينيراليزي لا براتيك اي بيان ايفيدامون سا اكزيست اون الجيري ان ايفا سارتان يفون ان بو دو سيليكتيف دون لو ميليتانتيزم مي لو Le principe est clair et net. Je pense que la majorité aujourd'hui des militants s'accorde à dire qu'on défend les principes, on défend les droits de l'homme, peu importe bien évidemment la personne. Le plus important, c'est qu'en Algérie, nous sommes pratiquement 44 millions. Nous vivons aujourd'hui sous un autoritarisme qui ne cache pas son nom, qui ne cache pas son visage. Nous vivons dans un pays, un Isa, malheureusement, on l'a dit, qu'il est au niveau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme dans notre rapport. On vit dans un pays, un Isa, il vit, il faut avoir le courage de le dire, une régression flagrante en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui, je me suis la question de Naoum, les autres, tout le monde souffre en Algérie de ces atteintes quotidiennes aux droits de l'homme. Il y a plusieurs fois que l'Algérie, malgré qu'elle a ratifié des conventions internationales des droits de l'homme, mais l'Algérie ne les respecte pas. Nous, quand on voit en termes, par exemple, de liberté politique et civile, on voit
effectivement que l'Algérie enregistre un retard flagrant et des atteintes et une régression en matière. Les Algériens n'ouvrent pas le droit de faire des marches, les Algériens n'ouvrent pas le droit de s'exprimer librement, les Algériens n'ont pas le droit aujourd'hui d'organiser des cafés littéraires, les Algériens ils sont sous contrôle, hein, on ne parle pas, mais les Algériens ils sont sous contrôle quotidien. Rajoutons à ça, mais il y a des militants qui défendent leurs idées, etc. Parce que tu viens de les réseaux sociaux, on arrive à défendre d'une manière assez importante, mais assez intéressante les droits de l'homme. Donc, Hossein Ema, c'est une en termes des droits civils et politiques, et il faut avoir le courage de le dire, nous vivons une régression totale. En termes de liberté, des droits sociaux et économiques, c'est aussi la même chose. La question des libertés, ce sont des questions qui ont été remises en cause aujourd'hui par la nature du régime. Et où est-ce maintenant, Mirachid Hossein, parce que le régime algérien est un régime paranoïaque. Il ne respecte pas les conventions qu'il a signées, qu'il a ratifiées. Il ne respecte pas les lois. La Constitution, elle consacre les libertés fondamentales, les libertés individuelles et les libertés collectives. Mais malheureusement, le canard de la pratique ou les chissons, les libertés syndicales sont consacrées par la Constitution et les lois relatives, mais on ne les voit pas sur le terrain. Sur le terrain, tu vois là, on a la marche à Benaoum à les réprimer, on a la marche à Aftouatien à les réprimer, à Koundismichirken. La première marche n'est pas les libertés. En disant la marche n'a été une très formidable marche. En disant qu'il y a des évgayes, les militants et les citoyens, c'est une marche sur le principe de liberté. Où est-ce le choix d'une, où est-ce la sélection? Mahrez, le principe de liberté. Oui. Mahrez, excusez-moi, c'est une marche de liberté. Oui. C'est une marche de liberté, c'est-à-dire sans sélection aucune. Il y avait des posters de Naoum, il y avait des posters de Ndouati Merzouk, il y avait des posters de Mellah, il y avait des posters de tous ceux qui étaient incarcérés à l'époque. Et je connais Dina Kenahoussima Smahti rapidement. D'ailleurs, nous avons un problème très sérieux. Non seulement en termes de régression des libertés et des droits de l'homme, nous avons non seulement en termes à Hossein de respect des lois et des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, mais en termes de l'indépendance de la justice et de l'inexistence d'un procès équitable. Aujourd'hui. Et justement, Mahrez, justement, Adagi Vriga de l'Hur, justement, le procès Yagi de l'Hur, le 23, donc, il y a des. وخشيشه قلنا ملاح لاشو كان تصيدي قارن فدان تيو كيرا لي فوات سفونت دا ماكن قارن دا ماكن اثاين دوسيس يبضد طفلا برزيدان وربوت فريقا دونك فدان قارن دا ماكن يزمر الحالة هاذ اسدي سراح داغنا كنت شفا من كل ثيكل تا كاقيد تفغن يعني سالخرجة تاقي اتيلي ينكري زلما بعد دي فغبوت فريقا شينين هاثاين فرات فخامته Mais là, la procédure est maintenant en considération. Je pense que c'est une atteinte à la justice. Je suis dit que Adnan Mellah, d'abord, il a le droit à un procès équitable. Je suis dit que le Kharas dit c'est la justice, c'est l'application des lois. Adnan Mellah, il doit être jugé d'une façon équitable. Il a besoin d'un procès équitable au-delà des pressions politiques et des instrumentalisations politiques. Oui, le problème, c'est que Adlan Mellah, on sait pertinemment qu'il est victime d'un acharnement. Victime d'un acharnement, mais c'est Hachem Mawin par la justice, c'est le juge, c'est la justice à Rafi Sirhan. Mais là, on ne respecte pas le principe de l'indépendance de la justice, le principe de la séparation du pouvoir. C'est une remise en cause d'un principe fondamental d'une république qui se respecte, c'est la séparation du pouvoir. La grâce, mais juste après la prononciation du verdict par le juge. Mais il y a une maison, ça va être une expérimentalisation de la justice. قيمي إذن غا محرزة من حد نظر أشود لنا صبحاكي جيستمون دي تشيريني دي لان صبحاكي دي الجاير ثمان نقص مس زوبي داع سول يكت مطوث من عدلان ملاح احنا زرنا المحبوس عدلان ملاح وحقيقة رانا خايفين عليه على خاطر في شهر من الإضراب على الطعام راهو ضيع 14 كيلو من الوزن تاعو البارح شفناه انا والزميل الاستاذ بوشاشي وقعدنا معاه تقريبا ساعه
وشفنا باللي حالته راهي تدهور يوم بعد يوم، ماهوش قادر يوقف، ماهوش قادر يمشي نتيجة الفشل والضعف في الجسد تاعو. لكن الأخطر من ذلك هو أنه ظروف الاحتباس نتاعو ظروف ما تتلائمش مع حقوق الإنسان. وضعية عدلان ملاح الصحية فعلا حرجة، الآن الخطر فعلا يهدد حياة زوجي، أتمنى فقط أن لا يعاد تكرار سيناريو ما حدث في محكمة باب الواد، وتكون محاكمة يوم 23 إن شاء الله قضائية قانونية لا علاقة لها بالسياسة، لأنه فقط مطلب عدلان اليوم هو المحاكمة العادلة وفقط. سليمان عدي تخشيش تمطوثنا عدلان ملاح ياسمين وصدومون ديرنا دي عجف استقر لا جوستيس كان ان بروسي كيتابل سي تو ان بروسي كيتابل اشكو دي سموش نالجزاير ذي المحال ديا ان بروسي كيتابل خطر اشو غار ومازال ونسعر شرع ايمونن ونسعر لا جوستيس انديبوندونت اني با انديبوندونت دي سمو نالجزاير دي سمو نالجزاير الكود تليفون ديرو عسي المراد ديا سيني سوفغيت نارجيت سي سا هي قرا وقت تعوض هذه المدن الجزائر مازال ونصور راه انفنو السيسن الدوله يقدرون امذان خطر تعوض دغار دغار تدرات دينا دي جكاع حمر وشو ما ينيك ايه شو دغار دينا خاسو ما حمروش يزرا وكسب لي دينا بوي على سنت مش فاهم باسكو بوي على سنت هضرون افيك دي كود كدو رشرعه كي تمطوطيس نسلاس قرنك حوالي فغي غادي هي ان بروسي ايكيتابل وي لحقي سي سيرفيس خاطر ما تواليض البومي بروسي شو قدران دي باب الواد لو خمش باب الواد اش ابناء مش تشنا فير بوليتيك لو جوج يفقد لا ريو يكسعلوز مسيرتي لقيت دنيني ويشارك العلاقه ويشارك السغن يوني مزال واش من با الموندا واش مي با الموند يا با الموندا باوي كان هكا ربي كان يعني فيك تورد سكون ابل لا بوليتيك دي ريجيم اوتوريتير الحسين القديش يخدم السر في السر السر هذا ويا كي بلا شك ميم لي نون يخدم على برا تورد سبوسيكي تسوان الجزائر ديال الجناس مالوروزمون تورد القاعه شحال من رافولات نسو ديوين تيكرا غلايين يقدشنا ما ديك زرفان بومذان اما كحليش نتغمسا مره كلاسين تي الجزائر تنكاروت وكيدان ديا كلام شطوح غير اي قرا اينو يخدي مارا لي بريزيدون نيضون بوتفليقه يخمد تاع 20 سكواسين داكين يهود لساس الدوله يهود لساس لي في ديفيكاسيون دا ليتا دو دروا اما كاين ايديوسا دو غورا ونصمام يا 56 دي مغراسين لان سوتور النقل يكون طبقنا طبقنا لكن هاد الجهات فود تي لي سبوسيكي جيرت مولا يكجوج كان يكون طبقون لا بريموتي بوليتيك بوليتيك سور لو ميليتير الشرعه ديال ايمون تي كي ماري تيمسيل يتحوج سبيسيك الجزائر مالوروزمون اونكور اون فوا يسمون الجزائر مازال تعيشي سو دبوز وتفلاح تو دافو يا قد اللي كتب اللي كتب مازال يسكي ديف في مدانين مازال سي ثما امشي عاجب سي ثما كي قال نكوني مازال نطبق الشرع الشرع لي انديبوندون سي ثما نظن نتوالي كي كتبنا البرومي بروسي عبد الله بلاح ايتي ان بروسي بوليتيك باسكو ولاش الموضه ولاش السبه تاسيك سقسين يا طرات لي السبه وكذا سقسي شو زي ليس عندنا السبه يسا كوزين عبد الملح ماذا قال لا كارت كي يدفض رد لا كارت بروفيسيونال دو جورناليست كي ماشي السبه ماشي دوغول براتيك مو لا ماجوريتي دي جورناليست الجيريان وسعينا لا كارت بروفيسيونال خاصو مانا لقدي شكي انه يفد دي جو لو 14 العهد الحميد قري اشو اشكو اقلاغ دي سواتو مقرزها رماضي غا الحسين ثلاثة وكون غفرنين سلويث ولا جو ديبانون سي ثما لا كوربسيون تنخر مارا سو ديوين الدولة نا سكو نابا لي زانستيتيسيون دو ليتا سي ثما نيظون حراكا لا دركوين الغاشية لا سوسيتي تشور المشاكل ايغوفلان وقيتي ما عرفتش يدو كلنا كل السكر وعرون نتمورث نلجاير ويكي ويكي كتفر هكا لو بوفوار مازال يثن اخدم تسيرتي ثن تراولا غير الزاف دونك سي لا فويت اون افون خاطر يكون تقدر ازرفان بومذان تي وكوكي هات وكوكي كشمس البطل ونهضر في الكاويض وكي كشمس البطل يقد تفون مرا ذي الحفوز خاطر ما تكشمها فوان تلي سكت رايك سكت مغلين كي في السويعات شفت مالك حاس كتقرا الحبس هنا يجريك دنيا دي تي زي بوسا دي ثمو هي ثلاث موت من الجزائر تسوات بضل الحديث الامور بضل الحد نسن سوا الجزائر تفاصيل الغرقه يا كي سوا الجزائر تكمل تدوق السريد
قبل الحيض استشيخ الحيض ويجب بلا شك اللي يرى دي كونسيكونس نيجاتيف غف 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 سمورت نلزير غف فوق دو سمورت في دي يعني هو يقان شو لكونجونكتور يكتر جون تمورت نلزير بعدها خطر ما تفض السلواي دي جيس بعيش قوسن بالتمام والكمال القارن ودي مسليارا ودي انتقارا تقيا ورجين تضريع ديال تمورت نلزير وانث الدوتورا اللي يرى انوفو موندا سون بريزيدون عزدين تومي ادنو على غورشي هي ادنو على ادنو على شيط واحد السرتيث اكدنا جماعتنا سليمان وساقي يشفرن ودهذرنا راه تصعف تالو فساقي مثلا صح زوبي دع السول وطنك افوكات يتوث الذين مي تصي يشفرن يظنوا نوالا راه ودفغنا راه ساقي تصي الجزائريين اجمنا انا هاثنا او يوفونا ساقي انوالي يعني وقاد يطفني يشفرن الذين يكذ وقاد يقل حن صفحاقي دبور زوبي دع السول هاث سي لافوكات الناس دعني ايش بير بين امون سونس لا كلاس بوليتيك سورا ان سوفر دو دو بروبليم يعني خاطر في ليفل موان دي بريزيدونسيال دي زيليكسيون هات الشغوفيش امزان لا بعدا يشبر نسيتي في خاطر وجي الشغل سن بالقديش دابور البوفوار كي يغلق لو شون بوليتيك يغلق لو جو بوليتيك يجري كفارن ا ديكسبريمين دو مانيير اورغانيزي دو مانيير ليغال الخدمه نتاع الساتليت اللي يقوم الحال يعني لانت لي راجل دو جو كيف مدنا وتكافؤ الفرص كي تقام تعرف لاكسيون ميديا اتاس الحوايج اللي لي كونديسيون اتاكي دون لو شون بوليتيك وري لا فافورابل او بارتي بوليتيك نوتامون لي بارتي دو لوبوزيسيون داكي تمزوال في سنات لي بارتي بوليتيك يشبر بكيفر نساكي ونسعر على كاباسيتي ني يساردنا لي ادن سليما نغني كوينا كي غيفرقا يعني اون فاس ميتر او دولا دو نو ديفيرجونس ايديولوجيك نا دو نو ديفيرجونس دي دي نا دوبينيون نا ونصوغرا ادن رفد ما نغني لي ديفيرونس كي داير لي جامع ساكي يكبر نتسافي تاهات هي دي لاكون الى الفيد الفيد قاعات دونك الساحه الى الفيد الفيد قلت اللي انت اكيد اللي راسهم المهم غناس كل يوم مانيش الشيخ اللي يكون لي زونسيان العسكر زويهين مي كل يوم مانيش يخطر معاك لو شون يغلق الساكي ذا الشيخ ذا شارع يسدو كل الكلين اقصد كل منو غفتو غدوت خطر تشوف غدوت معاك اذا لا كيستيون سونترال كونشتاكي خطر تو غدوت كي دينا محمد حربي خاطر فيما لو نومبر دو بارتي بوليتيك شحال اللي كبر من ساعه شحال اللي جرنا شحال تلفزيون سا فو با دير بلي لا ديموكراسي لا ديموكراسي كي نزيد واحد الحربي سي تي لومبيون سوسيال لا ديموكراسي ديون المناخ ديون الجو يعني سي تي لومبيون سالي زعيم زعما سي دير بسلي اللي وين سي دير الجزائر فهم السن ils sont heureux entre eux, ils sont solidaires, ils sont attendus. Wait, défendez, wait, ce qu'il faut faire pour, et puis la démocratie, quand il est en danger, c'est le peuple qui va. Soit même, c'est la Turquie, on a le Khakinias, mais la tentative de putsch, c'est le peuple qui va faire ouvrir pour protéger la démocratie, parce que. Il est exclu du jeu politique. عزدين تومي ثاني ميرثي ميد اللي يذنا غنبوض دار تلقى الوقت كي سمحنا محرز بويشا ولا نقالو صغارج دابا دابور يفو ليبيري تو لي ديتوني دوبينيون اي لي ديتوني بوليتيك دوزيام دي شوز يفو ريسبكتي لي لوا لا كونستيتيسيون اي ريسبكتي لي بروسيدور اي بروسي ايكيتابل تروا يفو اريتي les manœuvres politiciennes parce que c'est pas comme ça qu'on va développer l'Algérie on a qu'on va respecter les lois aujourd'hui l'Algérie a besoin de tous ses enfants c'est pas avec ces manœuvres ennemies qu'on va fonder une république c'est pas avec ces manœuvres politiciennes qui relèvent de la guerre clanique contre les clans qui constituent le pouvoir qu'on va sortir de cette crise l'Algérie elle est en danger il faut avoir le courage de le dire et il faut justement mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour sauver l'Algérie du naufrage, sauver l'Algérie du naufrage et fonder une république démocratique. Thani Mirtha Mahrez Bouish Sliman Ben Adi Ishar Usir Mahat Ishar Usir Mahat
تمر الجزائر الحسين تحواج افريده جديد تحواج تتبع افريده جديد اتيوين اتسوفا اكدود هذه لا قديم لي اكدود بيان سور اكدود قديم لي وكدود باسكو هي تمر ديود يكتب ديلان لي ريجيم كي فوي الحال تمر الجزائر تحواج اتفخ سي الغرق كي تحواج اتفنو لسيس امينوت اتي تسوف اتي دي سوفون سي تلا ماكي وتروح فير ان نوفو ريجيم بوليتيك ديني دو سونو اديار نسيرم اي وكدود مالوروزمون اكس روح نسيرم دي ثموتيس خاصو ما نكون القار ديما سيرمي لا قديري مولاش تواغيت تنمير تسليمان سوا ولاقي وسير مال الفاكهه تدويل تبولنا من الباس كي دينا تنمير تسليمان بن عدي تنمير في محرز بويش يدير عاشور ليندا بو ياكو عز الدين تومي خدمتي خنويا كنت قيم لي نهار ميسوره تنمير سنون قيمه ديالها